تونسي.com خالية من السياسة، معناتها مسرحية بالنسبة لي أنا فيرسيون جديدة خالية من السياسة، خلينا نعتبره موقف. لأنه نعتقد اليوم لا يحق لي أن أتكلم في السياسة، تكلمتش قبل عيب، فهمت فازا؟ خاطر برشا توا اللي يتكلموا في السياسة، بركي هما في الأصل يمكن حفنة قبل كذا يتكلموا في السياسة، دونك أعتبره موقف، أعتبره عقاب شخصي، أعتبره ملل، أعتبره هروب، أعتبره بالنسبة لي أنا أعتبره كلام دهي. اعتبروا انسان حبي يقول هات نبعدوا 22 ساعة احنا في ولا 24 ساعة في السياسة، هات ناخذوا ساعتين نرتاحوا شوية نعملوا بوز نتذكروا كيفاش عشنا جميع، خاطر عندنا التوانسة يحبوا يفرقونا، وهذا اللي لاحظته انا، يحبوا يقسمونا سواء سياسيا ولا ايديولوجيا ولا جهويا، ولا هي دعوة انه نتوحدوا كتوانسة باختلافاتنا الايديولوجية والسياسية والجهوية. محلاك تكون من مدنين ومحلاك تبدا نمن بجهتك وتعتز بجهتك، لكن الانتماء لتونس فقط، فهمت؟ هذا اللي حابين نقوله من خلال العمل، ما غير فلسفة كبيرة، ما غير دخول في الابستيمولوجيا والمسرح أراد أن يقول، ويعتبر المسرح ويقول ستانيستافسكي باعتبار أن المسرحية هذه واضحة تضحك الإنسان وقت اللي ماشي مثلا باش يخرج ياكل السمو فهمني ولا الشاي، وقت اللي يحب ياكل صحن كفتيجي الشاي شعبي، احنا في الشعب واضح، الجمهور اللي جاي اليوم معناتها مش جاي يحب يعرف ولا جاي يحب يتثقف وياخذ معلومات كذا، لا جاي حاب يتفرهد، والغايه من هذا العمل هو الترهيد. دايور انا اقول انه مش مسرح، اعتبروا تنشيط، اعتبروا حاجة أخرى، اعتبروا لما. بالنسبة للسلسلة بتاع شبيك لوبيك أو المسلسل الكوميدي بتاع شبيك لوبيك، سأقول لك شيء مقتنع به عن الآخر، أنا صادق ويعلم ربي هذا أحسن عمل قمت به في حياتي لسبب بسيط، لأنه مختلف ويقطع مع الشريط أو السيدي المجروح اللي نشوفه فيه ديما. عندي إحساس كأنه نعدي في الباك وجاء شرح نص سهل وجاء السد متاع المسعدي صعيب، عندي إحساس إني أنا خذيت السد متاع المسعدي الصعيب، حتى كان ناخذ فيه 22 فخور جدا، مي لو سول اللي تجرأ على السد متاع المسعدي يزينا من لبنان نفسها. دونك اللي نوعد به انه بعد رمضان باش ندخل في مشروع كبير، لانه بالنسبه لي انا النجاح والفشل شيء نسبي، كان نجحت انا عمري بالعمر ما جدت علي في اي حاجه، ما جد علي شيء، وامي قالت لي وصتني وصيه اليوم نموت ما ننساهاش، وصيه فيلسوف ولد امه ما يعملهاش، قالت لي جعفر مره جيت انا هكا ضاقت بي الدنيا وكذا وخدمت خدمة خايبة ومانيش راضي على روحي، ودخلوا فيه النقاد والصحفيين والجمهور، روحت الدار بكيت، قالت لي ميتي علاش؟ قالت لي شوف جعفر ولدي اللي يلعب ما ينغرش، دونك انا قررت باش نلعب ما ينغرش، نجم تجيني مشتخاتي، نجم نعمل الكارثة، نجم نعمل حاجة فاشلة، وفي هذا الأمر بدل نحكي عن الفشل نقول للناس اللي ينبروا الفشل راهو حكر فقط على الناس اللي تشتغل، ما يجيش واحد يكون قاعد يفشل وانا متكي في داره تحت الكليماتيزور ويفشل، ما يفشل كان اللي يخدم، وانا بحول الله ما زلت باش ننجح وباش نخدم وما زلت باش نفشل. وشنو المشكله لو كان مسلسل مثلا طلع فاشل ولا مسرحيه طلعت فاشله، نمشيو نفشلوا في الصومال ولا نفشلوا في ليتوانيا، السلام عليكم راه عندنا مسلسل فاشل هان جيناكم، نفشل في بلادي ويهزوني ولاد بلادي ويعديوا لي ولاد بلادي، على الجوار كي يضيع بيرانتي ولا يضيع شوطه تتعدى يعني
والمماتريك يعمل حاجة بدل ما مشيتش لا فلوس كذا يعطي بعد مرة